1.6 من الميزانية العامة. احفظوا الأرقام دي، والعم جوجل قاعد ممكن الناس يرجعوا له وبعدين أمشي. 1.6 لكل التعليم في السودان، طباشيرة، قلم، مسرح، مدرس، أي حاجة في 1.6 من ميزانية السودان. 1.2 الصحة في كل السودان، مرضان، عيان، دكتور، طبيب، حقنة، شاش، عملية، كله في 1.2. أجمع الرقمين ديل يدوك 2.8. أسمع الرقم ده كويس. القصر الجمهوري لوحده كان ياخد 12% من ميزانية السودان، يعادل التعليم والصحة 5 مرات براو. القصر الجمهوري بس كان يعادل التعليم والصحة 5 مرات صرف على هؤلاء العاقلين من المساعدين الذين لا يساعدون في شيء، ومن النواب الذين لا يعينون على شيء، ومن ذلك الرجل الذي كان يبذل أموال الشعب السوداني في الفارغة والمقدودة. إذن الآن الحصل شنو؟ أول حاجة عملت طلع قرار بإلغاء ميزانية القصر الجمهوري ال 12% وتحويله إلى مجالات أخرى. انتهينا منه خلاص، تاني ما في حاجة اسمها ميزانية قصر. وبالمناسبة امبارح سألت أحد الناس الكارج والقصر أدوكم شنو، قال لي وحاط الله غير الكركديه والشاي ما أدونا حاجة. نمشي خطوة، من حقه ندون حاجة أحسن، لكن أنا ذكرتها من باب إنه ذكرها لي من باب الطرفة، إنه قاعدين عدد من الساعات في اجتماع شربوا كركديه وشاي، وليشرفني هذا العمل ده بيخلي الواحد قلبه يطمئن شوية. 2، في حاجة مهمة جدا نمشي فيها الآن. طيب الميزانية دي كان فيها رقم خطير، 72% قطاع الدفاع والأمن. 72% قطاع الدفاع والأمن. طيب أنا الآن ماشي في اتجاه كدولة ماشي في اتجاه إيقاف الحروب، هحول الـ 72% ونقول لرفاقنا في الحركات المسلحة نحن ما مخوننكم ولا متهمنكم، أنتوا سوار اخترتوا طريق البندقية ونحن اخترنا الطريق السلمي، انتصرت السلمية فلتسقط البندقية وأرضا سلاح للحركات المسلحة كلها، خدوا البندقية في الواقع، خلونا نبني البلد، خلونا نبني البلد. وبدل ما نتلاقى في أديس ونتلاقى في القاهرة، دعونا نتلاقى في غعط الصداقة في الخرطوم. وبدل ما يكون الموضوع مفاوضات، دعونا نسميه حوارا، دعونا نسميه نقاشا حول قضايا السودان بالخبر أولاد السودان، نحدد مشاكل المناطق اللي فيها حروب شنو، ونبدأ التنمية بمناطق الحروب. إني ليشرفني من شمال السودان، ولكن لن أسمح بأن توضع طوبة واحدة في مروي قبل أن توضع الطوبة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لأنه ديل أولى مننا بكثير، لأنها دي مناطق الحرب ودي مناطق الموت. تاني قصتنا من وين وانت من وين وديلها لي وديلها لك، انتهت وتك بلغة الشباب تك وإلى الأبد. تاني ما في حاجة اسمها هلي وهلك، انت السوداني تحمل الجنسية السودانية، ليشرفني أن نلغي كلمة قبيلة من الرقم الوطني ليكون تعريفك الوحيد إنك سوداني وابن السودان، فقط سوداني وابن السودان بس. دي ممكن نمشي فيها خطوة لقدام. الهياكل دي 460 عاطلة ذكرونا الشباب كانوا قاعدين في المجلس الوطني، شفتوا صورهم بنوموا نايمين بيصفقوا بس، بيمرقوا من الصفقة يمشي يشيل التيكت حق البنزين والتيكت حق البتاع، وفي زول اسمه حسب واسمه حسب نسوان. في البرلمان الناس يتكلموا عن التعليم والصحة يقولون والنساوين، يتكلموا عن الأكل والشراب يقولون والنساء، عنده كك في راسه إنه نسوان، عنده كك في راسه اسمه النسوان حسبه، حسبه الشخصية دي بتعرفوه كويس. هذا المريض زول ده العيان ده النوع ده من الناس ما بتدلهو بلد، لأنه ما بيعرف يرتب المهام وما بيعرف يرتب الأولويات. الناس في لحظة ما في برلمان السودان المسكين ده كان بيتكلموا عن وجود بواخر إيرانية في بورسودان، رفع ايده قال لهم والله أنا برضو شايف ده ابتلاء، والابتلاء ده سببه إنه البنات كاسيات عاريات. يا راجل نحن أقول لك إيران في البحر الأحمر، تقول لي كاسيات؟ الترتيب بتاع الأولويات ده فيه مشكلة.